سلام تناستلن وديان دافتا تكتاتا وچاچين اندى من قوياچو احون الاسات ويتسمو مرجو چاچين ناسما چوالن اسك مرجو چاچين فتس عمي درسم عبراچون دت قويو باك برو تقابز اللاچو على مرقاقات وست يسنبتو يا عمارا كلل زاريم وطرطوا يلو قطلوال يتبالنو بكلل واندان دكتموش كرامي نهود بنبرو تزباوي امسوش بركاتا قدر اللاچو وطاتوش تاقر لوالم تبلوال سلزي قوداه بزرزري من ناس دمتاچو مرجاني زنال بليلا بكول سلطان بيازو ماغست با عمارا ناب ارتراحيلوش مريتاچن توستوال النام بفترة الناس ملسالن سيرو ينبرو تيهواتو سواتو قتاچو ردام سراچو نجمروال يتبالنو سلزيهم يمن الناس سمعتشو عديس مرجعين ورنال بمجر شام هزباوي عمزون اندتك الاقل ستتتباك انا برچو يدسي كتمام زاري كمال دو جمرو هزباوي سلف لاين دونش تغلزوال يا كتمو نواريوش بسلفو سياس تغابوت ينا برو مفكر كمنم بلاي يبركات توچنك قلبم سوال تبلوال من عينت مفكروش تسم توالي ملونم بزرزر ناس دمت عشوالن بدقامي عبراچون قويوم بأمارا كلل زاري عراتن ياك انو نيازو هزباوي آمت بتلايو كتموش مكتلو يتنقرنو يهو وطرت تبابسهم بركات تاكوطر يالاچ وطاتوش باكو بونديهم بورتا كتمام قدلاچون مياسا يو مرجوش يتسراجوناچو تلانت كساعت باكو بو كتمام بنبرو يتاكسلووت بركات تاكوطر يالاچ وطاتوش مقدلاچونا ياندانوش ماسكرين على مقنيتون يمياس ردو مرجوشم كسفرو يوتونو بزيدر جيتي تاكوطاو هزبم زاري مالداون ودا الدبابي موت آتوم تسمتوال لكنات بزل لكو هزباوي آمز ببركاتا كتموش بركاتا قدري الله جو سووش قودات اند درس باچوم يتقلزنو عهونم يكللو بركاتا كتموش كنكس كاسي وچوهنو مزلق آتوني مياسا يومرجوش بسفات وطوال بليلا بكول هزباوي مابلون اند تقلاقل ستتبكي فويچو يدسي كتمام زاري رفادون هزباوي تك عمو لاي مارفدوام تاوكوال بتلي بزيچو كتمام تدرقو سلفلاي سلفنيو چيزو تيوتوت مفكروش من نقاقر يهونو قدلوال النزيو مفكروش يبلت قنانا يتقلايو يك آلات فتشوش بميل يتستقابو مناچو دسيوش بلت قنان مالت ودكتنو عندنت مالت هاگر مافرسنو سيلو مارفداشوم تاوكوال قدلوم وند ماماچنت مالت ببلت قنانوش ليونت مفترنو هج ماسكبر مالت لنسو هج متاسنو ديموكراسي مالت عمباقنننتنو فته مالت يفته اتوتنو سلام مالت تورنتنو يمي مسلاچو يميلو مفكروشن مل لاو يا كتماعانو عريوش سياس تغابو عرف دوال بچ اماريم يا كتماعوز بلاك للو منغستم مرا ريالو مفكروشين عاسم دوال بعدين هوي يا عمارا هزب فانو ناس تادك لنجالنجي تدك اسفتا لنجالا لهم هزباتشين ودا دي سابوال لمقبات يا مانن انفكاد اسفل لغوم يميلونا للوش ملك توشين ميازو مفكروش سيسمو معرف دوال كزي بچ اماريم كا هزبو غون ايدلو ميالواشون اندان دي كللون بالسطانات فوتوشين زك زكو مبماز تك عمواشون سياس تغابو معرف فراچون كسفرا يوتو مرجاوچ بماسردات لاي يگኛሉ بتمساساي كومبولچا تلانت كساعتون يتقاومو دمص ستاسماولام زاري مولو لمولو يكتمو انقسقاسي سلمگدبوم تسمتوال بكللو حزباي قطانا امص كتتقسقسم قناتنا اسقطروال ولديانا زوريااو كفتهنيا وطرت اندالم يتسما نو يا گوندر كتما ليليتون بمولو يتقسو دمص سيسما اندنبرنا اهونم اندقتلن مرجاوچ يوتوناچو يهننم بتملكته يا گوندر يهاگر شماغليوچ بزفقده كتماوست متكوس قوداتو يامزنا ليم الملكت زاري رفادون بماستلالف لاين دهنم تسمتوال بغوندر بتلانتناو قلتن بنبرو تاوكس مكنيات بجوات على ينبرو تانات لاي قودات اندررسم تسمتوال زاري بكتمو عمن مينات مدبنيان كسكاسي عالمانوروم تقلتوال كزيو غار بتقنانيام بورتا كتما اندوطات سلمقدلون تسمتوال بزي ساعت كدبرتا بور ودا ورتا كورتا ودا بحر داري ميوستو منجروش بمولو زيغ تدرغو مزلق احشوم تسمتوال لاراتنيا غزي قتل سلاماي سلفوچ با انداند كتموچ زاري متقطعطلو اند قتلم تسمتوال بحر دار يباجاج انكسقاس يتجمر بيهونم اهونم كتموا مولو بمولو منقاقات لا اندال هونش كن يتگلص نو بكتموام يمكلاكي هايلوچن يازو پاترولوچ بكفتنيا هونيتا يتنقساقسو اندميگنيم نواريوچ ياسردو نو
ወደ ሌላኛው መረጃችን سنሻገር ታጣቂዎች ወደ አጣዬ ከተማ ለመግባት ሙከራ ያደረጉ ስለመሆናቸው ተሰምቷል። አዳራቸውን ከአጣዬ ከተማ በቅርብ ርቀት እነዚሁ ታጣቂዎች የተኩስ ድምጽ ሲያሰሙ ማደራቸውም ነው የተሰማው። ማንነታቸውን በተመለከተም በስፍራው ለተደጋጋሚ ጊዜ ጥቃት ሲፈጽሙ የነበሩት የኦነግ ሸኔ ኃይሎች በመሆናቸው አሁንም እነርሱ ይሆናሉ የሚል መረጃም እየወጣ እንደሆነም ተገልጿል። በዚህ የተነሳም ከዘጠኝ ጊዜ በላይ ውድመት ያጋጠማት የአጣዬ ከተማ አሁንም ሌላ ፋት ከታጣቂዎች እንዳይደርስባት በብዙዎች እየተሰጋ ነው። የልዩ ኃይልን መልሶ ማደራጀት አፈጻጸምን በተመለከተ በጥብቅ ሲከታተልና መግለጫዎችን ሲያወጣ የሰነበተው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ልዩ ኃይሉን ትጥቅ የማስፈታት ጉዳይ አማራ ክልል ውጪ በሌሎች ክልሎች ተግባራዊ እየተደረገ አለመሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል። በመንግስት የተላለፈው ውሳኔ በእኩል በሁሉም ክልሎች እየተፈጸመ እንዳልሆነ ነው ማረጋግጡን የገለጸው አብን። ከዚህ ቀደም አብን ውሳኔው እንደተላለፈ የውሳኔ ዋነኛ አቅጣጫ የአማራ ልዩ ኃይልን ለመበተን ነው ሲልም ገልጾ ነበር። አሁን ፓርቲው የገመትኩት እየሆነ ነው ብሏል። ጠቅላዩ በትላንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫቸው የልዩ ኃይሉን አደረጃጀት የማፍረስ ውሳኔ መስዋዕትነት ተከፍሎበትም ቢሆን ተግባራዊ እንደሚደረግና እንደማይቀር መግለጻቸው ይታወሳል። አብን የጠቅላዩን መግለጫ ተቃውሞ ውሳኔውን መንግስት እንዲሰርዘውም በድጋሜ ጠይቃለሁ ብሏል። የአብንን መግለጫ የተጋሩት የኢዜማ ምክትል መሪ የሆኑት አቶ ዮሐንስ ፓርቲያችን በሁሉም ክልሎች ለማጣራት ባደረግነው ሙከራም የልዩ ኃይል ትጥቅ ማስፈታቱ ጉዳይ በየትኛውም ክልል እንኳንስ ተግባራዊ ሊደረግ መረጃው እንኳን በቅጡ እንደሌለ ነው ማረጋገጥ የቻልነው ማለታቸው የመንግስትን መግለጫ በጥያቄ እንዲታይ አድርጎታልም ተብሏል። በመጨረሻው መረጃችን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ የትግራይ ተፈናቃዮችን ወደ ወልቃይትና ራያ መመለስ ጀምሯል ተብሏል። ሰሞኑን ጌታቸው ረዳ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቃዮችን መጎብኘታቸው የተሰማ ሲሆን በዚህ ወቅትም አይዟችሁ ወደ ወልቃይትና ራያ ትመለሳላችሁ ማለታቸውም ተሰምቷል። ጌታቸው ረዳ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት መሬታችን በአማራ እንዲሁም በኤርትራ ኃይሎች ተይዟል፣ የቅድሚያ ስራችንም እነዚህን አካባቢዎች ወደ ትግራይ መመለስ ነው ማለታቸው አይዘነጋም። የአሁኑ የአቶ ጌታቸው ረዳ እንቅስቃሴ ሲሾሙ ቃል የገቡትን ለመፈጸም ነው እየተባለ ነው። የወልቃይትና የራያ አካባቢ ነዋሪዎች የህወሓት አገዛዝ ዳግም ወደ እነዚህ ስፍራዎች መምጣት እንደሌለበት በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጹ ይሰማሉ። አሁን የእነዚሁ ስፍራዎች ውዝግብ ዳግም ሊያገረሽ ያስብም ይመስላል። ባላማጣ ያለው የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ኃይሎች በስፍራው ትጥቅ የፈታ ሚሆን ከስፍራው የሸሸ እንደሌለም እየተነገረ ነው። የህወሓት ኃይሎች የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ከስፍራው ከወጣ እንገባለን ብለው ሙከራ ሲያደርጉ እንደነበርና በመከላከያ ኃይል እንዲመለሱ እንደተደረገም ተገልጿል። ልዩ ኃይሉ ከኮረማ አካባቢ እየወጣ እንደሆነም በስፋት መረጃዎች እየወጡ ናቸው። የህወሓት ኃይል ከአላማጣ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነም እየተነገረ ሲሆን ይህ መሆኑም በስፍራው ያለውን ስጋት ከፍ እንዲል አድርጎታል የሚል ስጋትም ተፈጥሯል። የተከበራችሁ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁት መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። አብረን ስለነበርን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።